شوفوا الحربو شوفوا، لسه ما صار له يومين بالشغل صار صحبه مع الكل وعم يساعدهم. والله برافو عليك، مانك قليل. هات لشوف، يلا احكي لي شو طلبك، عم بسمعك قول. استاذ فرات عيونه، تسلم عيونك. لك دخيل قلبك شو موجب يا سنجابي، يلا احكي لي. ايه انا في عندي فكره وحابب اني اعرضها على حضرتك ندرسها. تفضل. لما دققت الملف لقيت انكم مستاجرين شقه جنب بيت المدير طارق وحاطين فيها ناس لتتقربوا منه. ايه صح، وقتها حطينا ناس ليحاولوا يتعرفوا عليه وفشلنا طبعا. طيب بما انه هاي الخطه فشلت، في عندي حل تاني استاذ. الفيلا اللي جنبه مباشره عم تتاجر ليتصور فيها مسلسلات، صور الحيط على الحيط. ومن هون اجتني الفكره الخطيره. حلو هذا الحكي، بس ما فهمت شو هي الفكره، اشرح لي واحده واحده لحتى افهم. مثل ما بتعرف السيد طارق عم بيسافر مخصوص على بودروم ليشوف المطرب طارق لانه معجب فيه كتير، وطبعا عم يعمل هيك لحتى يتقرب منه. شو رايك منصور كليب بالفيلا، مناخد فريق التصوير اللي عنه ومنجيب المطرب طارق، وطبعاً المدير طارق لما يشوف إنه حبيب قلبه جنب بيته رح يجيب رجلي لعنا، ووقت أنا بستقبله وبعرفه على المطرب وبعطيه كرت الشركة. يعني إيه صحيح رح تكلف القصة، بس صدقني ما في احتمال هالقد انه تفشل الخطة، وهذا وعد. انت اعطيني الاوكي وراح يصير عميلنا خلال 24 ساعة. لك يا عيب الشوم، طلعوا عقلاتك هالقد قدهم. يا خسارة الثقة، طلعت ما بتستاهل. بعتذر استاذ، بس بشو غلطت؟ انا ما عم بقدر ادفع اقساط التامين للموظفين، وما عم بعرف من وين بدي اجيب سيوله، وحضرتك جاييني بكل بساطه تقلي صور فيديو كليب. بس الكليب حجه، الهدف من استدرج المدير. اخي فرات. ايه صح. شو هي اخي، احكي منيح والا بمسح فيك الارض. ولك انا عم ادفع لك راتب مشان جيب لي هيك افكار تافهه؟ انت مجنون شي؟ كيف حدا مثلك نجح بمقابله الشغل؟ اكيد حدا ساعدك انت، واضحه القصه. لا هيك كثير سيد فرات، إذا ما عجبتك الفكرة قل لي ما عجبتني، ما بصير تبهدلني قدام زملائي هيك. لك سكوت، أنت تضايقت لأنه قدامهم؟ إيه بسيطة، هلأ بحلها. أنت مطروح، ما بقى تنحرج، بطلوا رفقاتك. يلا استاذ فرات، الزلم اقترح فكرة بس، يعني مو حرزانة تقلعه. بسيطة أخي جمال، لا تتدخل، أنت عندك عيلة وأولاد. السيد فرات برأيي أنه إيتاج عم يحاول. إذا سمحتي كمان أنت لا تتدخلي، أنت مرة وحدانية والله يعينك. لحظة بس، الصراحة أنا ما فهمت، هلا أنت عن جد قلعتني من الشركة لأنه ما عجبتك فكرتي بس، ولا في شي تاني؟ لك شو عم تخبص؟ في عندي 100 سبب لقلعك، أنت فشلت وما عم تفيدنا، وطلعت واحد غبي وأهبل وتافه ومستحجي. قلع، لكن قلع. يلا. كله بسببي. شوفوا يا شباب، طلعوا على نص الكاس المليان، زميلكم راتبه بيكفي لدفع أقساط التأمين للكل. دير بالك على حالك، الله يوفقك ويفتحها بوشك، ولا يهمك بتلاقي شغل. آسف بس تحمست شوي من الفرحة، ما قدرت خبي الضحكة. لحظة بس، السيد فرات طرد إيتاج من الشركة والأقساط رح تندفع. تفضل، هاد زميلك بالشغل. بعدي شوي. أصلي إيتاج رح يمشي اليوم، السيد فرات قلعوا، بس الخبر الأهم رح يدفعوا لنا التأمين. أخي أنت أساساً بعت لي هالحكي برسالة. إيه أصلي صحيح، بعتت الرسالة وجيت ركض، عم اتسابق مع حالي. وشوفت عينك، أنا وصلت قبل الرسالة، اتسابقت مع نفسي واتفوقت عليها، لساتني شاب. هذا هو الحكي، نعمان لنقل المعلومات الحصرية، نحن الوحيدين والأفضل دوماً. مو معقول هالولد نسخة عني.
خسارة إنك رح تتركنا يا إيتاج، بس ممنوع تسبقني.